متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. ودع منتخب ألمانيا كأس العالم 2018 من دور المجموعات في أقوى وأكبر مفاجأة مونديال روسيا حتى اليوم، لتتأكد ما يطلق عليها تسمية عقدة بطل العالم والخروج من الدور الأول، والتي بدأت منذ الألفية الجديدة. فالمنتخب الألماني حامل اللقب كان المرشح الأول للفوز بالبطولة بجانب البرازيل وإسبانيا، لكن شاءت هذه العقدة أن تطرد الألمان من الدور الأول، رغم أن المانشافت بدوا قريبين من كسرها بعد فوز معقد على السويد في الجولة الثانية. وللتدليل على هذه العقدة نعود بالذاكرة إلى الوراء، ففي عام 1998 فازت فرنسا بالمونديال على أرضها، وخرجت من الدور الأول من مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. ثم فازت إيطاليا بمونديال 2006 في ألمانيا، وخرجت من الدور الأول أيضاً في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. وفي مونديال 2010 فازت إسبانيا باللقب، وخرجت من الدور الأول أيضاً في مونديال 2014 في البرازيل، رغم أنها كانت حاملة للقب أمم أوروبا مرتين متتاليتين إضافة لكأس العالم. وآخر أبطال العالم هم المانشافت الذين خسروا أمام كوريا الجنوبية ب2-0، لتضاف لهزيمتهم 1-0 أمام المكسيك بهدف نظيف ويودع المونديال وتتكرس هذه العقدة. غرابة هذه العقدة تتمثل أيضاً في كون هذا الخروج من الدور الأول هو الثاني فقط في تاريخ الألمان بعد الأول قبل 80 عام، أي في ثالث مونديال عام 1938، كما أن الألمان اعتادوا على الوصول على الأقل لنصف النهائي خلال آخر 4 نسخ منذ مونديال كوريا واليابان 2002 عندما خسروا النهائي أمام البرازيل. يذكر أن البرازيل هو المنتخب الوحيد الذي لا تنطبق عليه هذه العقدة، فهو آخر منتخب قبل بداية العقدة، حيث فاز بمونديال 94 ولعب نهائي 98 ثم نجا في 2006 من العقدة بعد بلوغه دور الربع، كونه كان بطلاً لمونديال 2002. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.